بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة. أنا غادي نشارك معكم واحد سميتو واحد العجينة وصل طاير. ها هو أنا درت القياس ديال الدقيق، بسم الله. ها هو غادي ندير نص كاس ديال الزيت، بسم الله. غادي ندير شوية الخميرة، هي غادي ندير معلقة ونص ديال حبة حلاوة مع النافع مع شوية القرفة باش كيعطينا المذاق. ندير خمارة حمراء، هي بسم الله خمارة حمراء. ندير معلقة ونص ديال الزبدة، هي المشاهدين، هي ندير شوي ديال الخال، بسم الله شوي ديال الخال نص معلقة، هي غادي ندير شوي ديال المزهر، شوي ديال المزهر باش ما يعطيناش الريحة بزاف في العجينة. هو غادي ندير قبيصة ديال الملحة، قبيصة ديال الملحة، ايوا صافي. نبدا نخلط العجينه ديالي، ها هي بسم الله بسم الله. الماء دافي عندي، ها هو نخلط به العجينه ديالي، بسم الله. تبعوا معايا وديروا لنا ابوني، احنا واشركم مبروكه. راه صباح العيد هذا، الحمد لله تبارك الله، اللهم بارك، الله يجعل ربي نعيدوا في الصحه والسلامه على جميع المسلمين. احنا كنخلطوا العجينه ديالنا، بالنسبه ديال الدقيق درنا غير نص كيلو، ها هي راه لسان الطير. هذه درنا فيه القوم، درنا نص كاس ديال الزيت، درنا معلقه ونص ديال حبه حلاوه مع النافع، شويه ديال القرفه، ودرنا معلقه ونص ديال الزبده، ودرنا شويه القبيصه ديال الملح ونص معلقه ديال الخال، ودرنا شويه ديال المزهر، ونخلطوا بالماء دافي. احنا كنخلطوا هذا دابا، ودرنا افوني. احنا شاركوا معنا الفيديو حتى الاخر. احنا العجينه ديالنا مهما خلطناها احنا كنجمعوها شويه بشويه. انتم يا المشاهدين شاهدوا معنا، احنا كنعجنوها بيدينا، ما كنعجنوها للماكينه لا والو، شي تقليدي عندنا الحمد لله، عادي بسيط. انتم المشاهدين حليوه عاديه كيقولوا لها السطير، ونصيبوها نقدوها وتشاهدوها معنا حتى الاخر. جمعنا العجينه ديالنا، حنا كنكورها كويرات صغيرين، هانتوما هي شاهدوا معنا. فاش غنبداو نطلقوها راه نوريوها لكم كي كنديروا لها، هانتوما هي. وديروا لنا ابوني. سالينا العجينه ديالنا، حنا كورناها، نخليوها تستريح شويه تطلق راسها، نمشيو نطلقوها نطيبوها. انت على الكويرات الصغيرين ديرنا، هانتوما المشاهدين. ديروا لنا ابوني، ديروا لنا جيم، وشكرا لكم جميعا، عواشركم مبروكه. احنا دابا مهما ارتاحت العجينه ديالنا احنا كنطلقوها، شويه الزيت ها هو، والدقيق مخلط بالماء باش كنجمعوا العجينه ديالنا. وتابعوا معنا حتى لاخر الفيديو. احنا دابا كنديروها في المقله، ها هي ها هي المقله، درناها العافيه مهيله باش ما تحرقناش العجينه ديالنا، راه ما كنطيبوهاش بزاف، غير كتشد راسها وكنحيدوها بحال التريده كنديروها. هانتوما يا شاهدوا معنا، حنايا راه كيقولوا لها سنطير. ها هي ملي طابت لينا شويه حنا كنلوها هكا حنايا، وكنديروا العجينه هكا الدقيق. هانتوما يا شاهدوا معنا باش كتشد لينا العجينه، ملي نديروها في الزيت والعسل ما كتقطع ليناش العجينه. هانتوما يشوفوا احنا لويناها، ها هي في الكويرات ديالنا حتى نساليو الطياب. شوفوا معنا يا راه ما كتبغيش عاوتاني تجي غليظه بزاف، خصها تجي مويان. هانتوما يا اش كنلويو، هانتوما يا ما خصكمش تزيروها بزاف باش ما تجيكمش مسدوده. احنا دابا كنديروا المسائل ديالنا، شوفوا معايا المشاهدين،
انتم هيا لاحظوا معنا تاع الاخر زوينه تبارك الله كتجي واعره. انتم هيا حنا كنديروها تاع صباح العيد. ها انتم هيا حنا سديناها دابا شوفوا هي حنا سديناها. انتم دابا مهما سالينا العجينة بالتطيار فاحنا كنبداو نقطعو بحال هكا 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 هكا. هانتوما بحال هكا كنبداو نقطعوها كنقدوها بحال هكا. ملي كنجي نديروها في الزيت كنحلوها بحال هكا وكنحطوها طيب. شوفوا معايا الداخل هانتوما هانتوما. دابا انا غوريتكم الطريقه كيف كنديرها، مازال ما غادي نقطعها كامله بحال هكا. دابا كنحلوها اللي مسدوده كنحلوها بحال هكا كتجي تبارك الله بحال هكا محلوله في امها. سالينا العجينة بتقطع احنا كنقليوها دابا في الزيت. ها هي الزيت ديالنا احنا دابا غادي نقليوها الزيت في المقله وخليناها تسخنت. واحنا دابا بدينا نقليو، ملي نقليو غادي نعسلوها في العسل ان شاء الله وعادي تشاهدوها معانا حتى الاخر. احنا كنديروها تاع العسل حنا يلاه بدينا هانتوما الله ديرنا جويجه دابا في العسل ها هما حتى الاخر وتشوفوا النتيجه وديروا لنا ابوني هانتوما يا تبعوا معنا حتى الاخر ودائما الجديد احنا معكم دائما الجديد. دابا فاش كنطيب السلطه ديالنا احنا كنهزو من العسل احنا كنحطو التقطار من العسل هانتوما شاهدوا معنا يا مشاهدين. انتوما تبارك الله كيجا انتوما يا احنا دابا بعد ما سالينا القلي ديالنا احنا كنديروا عليها شي الجنجلان ها هي باش كتجي زوينه على ما تقطر من العسل. وهي تبارك الله شوف كيجا تبارك الله حاله فورا ومعسله وهشيشه تبارك الله اللهم صل عليك يا رسول الله. هانتوما يا شوفوا معايا تبارك الله شوفوا تبارك الله صلاه شوفوا زال جات مشاهدكم يا بنات هانتوما.